هذه التظاهرات. نحن جميعا نعلم ان اي اطار دولي لاي تظاهره ما كيفما كانت في بدايتها او في دورتها الاولى نعرف جيدا انه عندما نعطيها الطابع الدولي او الصبغه الدوليه على الاقل تكون ولو مشاركه واحده خارج الوطن. يعني السؤال الاول هو شنو هي المعايير؟ لان ما جاوبتش على المعايير ديال اختيار المشاركين، علما ان غادي يجيونا الناس على قدر وجلود وغادي يبداو الاستماره اللي نشرطوها. وكيفاش انكم غتختاروا اي واحد اختار اي واحد تقدم انه يشارك في الديفي ديال بوجلود؟ ثانيا كنعرفوا بلي مجموعه من الشركات تعوا باش انهم يشدوا المارشي ديال الاعلام، وفي الاخير تدخلوا بعض المستشارين او الناس ديال المجلس انهم باش يعطيوه لواحد الشركه قريبه، ربما كيقولوا مول الشركه قريب للرئيس ديال المجلس، وفي الاخير هو اللي دا انه يكذب بمساله ديال الاعلام. بلا شي توضيح في المساله هذه فني اللي غتقدموا لنا يمكن تعطيونا عليه واحد النظره. واولا هذه، وثانيا كنعرفوا بان هذا المهرجان مرتبط بموسم ديني عيد الاضحى. اذا واش هذا المهرجان غيبقى مرتبط دائما بالموسم الديني ولا غادي ينتقل للصيف مثلا شهر 7؟ لان الا ربطناه بالموسم الديني كنعرفوا بان الاشهر الدينيه راه كتراجع، مره غادي يجينا في الربيع، مره غادي يجي في الشتاء. يعني واش هذا المهرجان غادي تختاروا ليه وقت خاص يعني في الموسم ديال الصيف شهر 7، ام غادي يبقى مرتبط بالموسم الديني؟ واش ديروا بحال عرفه، شي كيصلي عرفه مع السعوديه وشي كيصليها مع المغرب وشي ما عرفناش واش نديروا. شكرا. عبارات تستعمل مثلا التشبه بالنساء ممكن نسمعوا الجاهليه وعبارات اخرى. هذا المعجم معجم ديني بمعنى اللي كيستعملوا الخلفيه ديالو ديال معالجه الموضوع راه هي خلفيه دينيه. وانا تنقول هذا الموضوع بالضبط ما في هذا المعجم كله، لا الجاهليه لا التشبه بالنساء لا اي شيء. موضوع الكرنفال نناقشوا في معجم اخر. الخيار ديالنا احنا مسؤولين عليه. المساله الثانيه، الفرق الشعبيه اللي اختار السي عباس واخ هو الفريق ديالو كلها من الجهات سوس ماسه تاريخيه كبيره، والاختيار ديالو كان موفقا. يعني ها حنا كنعززوا هذه المساله هذه، المساله الثالثه. فاش كيجي شي واحد كيقول لماذا تم اختيار هاد لاجونس كومونيكاسيون ولم يتم اختيار هادي ولا هادي؟ هذه مسألة ديال التقديرات، غير ما سأؤكده أن صاحب من كتب التدوينة في الفيسبوك ماشي هي في الواتساب ونشرها ديال ما يتجاوز 800 مليون سنتيم وكاين فلان وكاين واحد لاجونس، هذيك لاجونس ما كايناش، هذيك السيدة ما كايناش، اللي كاين كاين لاجونس كومونيكاسيون ديال ولد المنطقة والاكادير ومشجع شنو هو؟ شاب ولد المنطقه. وردوا لنا واحد المساله اللي بغاو يردوا لنا واحد النقاش في الاختيار حرب جزء من بعض الانتقادات هي جزء من هادشي ديال المصالح. شرفنا اننا نقدموا البرنامج ديال التظاهرة الثقافية الفرجوية في دورته الأولى والتي تم الاتفاق على عنوانتها بالماون الكرنفال الدولي لأكادير، وفعلا فيه واحد الكتلة ديال المواد واحد طبق غني جدا، بحيث فيه في حديقة ابن زيدون مثلا هناك أوراش أو ورشات لصناعة الأقنعة التي تدخل في سياق بوجلود هكذا، ولكن كذلك صور تؤرخ لتظاهرات بوجلود في الضواحي سواء في إنزقان أو في طراس أو في بن سرقة أو في أي مكان. ولكن كذلك هناك ندوة دولية يشارك فيها أساتذة من جامعة نانت التي تربط أكادير بها عقدة شراكة واتفاقية شراكة، وكذلك أساتذة من فرانكفورت ومن جزر الكناري علاوة على أساتذة من المغرب. كل هذا هذه فرصة إذن باش ندعو الجمهور باش يحضر لهذه الندوة هذه، لأن فيها تطرح فيها إشكاليات اللي ما فاش تطرح على مستوى الحديث في الجمعيات، ولا انتقص من الخطاب ديال الجمعيات والعكس هو صحيح. يوم السبت ان شاء الله هناك الحدث الكبير في المساء، وهو يعني
الاستعراض بالمون الكرنفال الدولي لأكادير، والذي سيشارك فيه علاوة على الفرق التراثية كتلة كذلك من الفرق ديال بالمون القادمة من الضواحي ومن أكادير نفسه. كل هذا سيشكل طبقا غنيا إن شاء الله، نتمنى أن يعطي صورة جميلة على أكادير. ولا أنسى أن هناك كذلك سهرتين فنيتين كبيرتين في يوم السبت والأحد مساء، سيشارك فيها يعني ستشارك فيها أسماء مشهورة على المستوى التراثي وأغلبها كذلك من المنطقة. نتمنى إن شاء الله أن السائح لتزور أكادير يعرف أن هناك زخم من التراث الثقافي الذي يستحق الزيارة والاهتمام. دورة بوجلود لدورة الكرنفال الدولي اللي غادي تشوف اللي ستشهده مدينة أكادير إن شاء الله، هو واحد الكرنفال اللي يعني القلب النابض ديالو أو المحرك ديالو هما الشباب، هما شباب الأحياء، هما شباب الجمعيات، هو واحد الإبداع الكبير ديال 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 الشباب ديال المنطقة اللي كنتمناو فيه مفاجآت كبيرة، لأنه كما قلت من البداية دائما تنأكد على المفاجأة، لأنه غادي ينطلق واحد العملية ديال المنافسة بين الأحياء بين المدن المجاورة باش نشوفوا شكون اللي غادي يدير أجمل كرنفال أو أجمل يعني أجمل خرجة ديال الشباب، لأنه كيتنافسوا طيصيبوا في الماسك ديالهم. وهذه أول مرة أيضا اللي غادي تكون عندنا واحد القرية ديال الورشات، القرية ديال الورشات اللي باش الناس أو الطفل الصغير اللي غادي يجي يلاه ما عارفش شنو بوجود وتيشوفوا غير نهار العيد وداك الشيء، غادي يشوف مراحل التي كتمر من هذيك العملية ديال الجلد وكيفاش كيتلبس وكيفاش كيتخيط حتى العملية ديال الأصباغ، لأنه ما خصناش ننساو بأنه راه حنا في العالم يتطور، يعني حتى لازم نبدعوا في المسائل اللي كنشتغلوا بها أو الأشكال الفرجوية اللي كنعطيو للناس. إذا هاد القرية هي جميلة غادي تكون إن شاء الله، غادي يشوف الناس والعيالات والجمهور العريض غادي يكونوا قراب لهذوك المنتوجات أو لهذوك المسائل كلها اللي كتدخل في داك الإنسان، داك الشاب اللي تيلبس الجلد، اللي كيتزين، اللي كيلبس، يعني مفاجأة، يعني لازم وهي دعوة للناس أنه يمشيوا للقرية بوليداتهم باش يمشيوا يكتشفوا ويمشيوا يقراوا. وأيضا وجه دعوة للناس أنه يمشيوا يقراوا يقراوا الحضارة ديالهم، يقراوا التراث، يقراوا التراث، يدخلوا يشوفوا شنو هو البوجلود، شنو هو بالماء، ونقراوا من بعد ملي نكون باش نقدروا نفهموا هذاك راه موروث وليس داخل، ماشي داخل، ماشي شي واحد جابوا لنا. اذا تنتمنى انه الناس وسكنه اكادير انهم يستمتعوا كثير بهذه الدوره، وان شاء الله تنجح بهم وبالجميع ان شاء الله. شكرا. الدوره ديال اليوم كانت مناسبه باش نوصلوا للاخوه الساده الصحفيين البرنامج ديال الكرنفال بالمون الدولي أكادير، وبالخصوص التصور ديال هذا الكرنفال على أساس أنه جا باش يرفع الممارسة ديال بالمون في الجهة لواحد المستوى أحسن، وكذلك يفتح واحد النافذة العالمية للمشاركين في الكرنفالات في الجهة، وكذلك باش نبينوا لهم انه الطريقه ديال التنظيم ديالو غادي تكون طريقه متميزه. اولا المسار اللي غادي يكون واحد وفي واحد الخط اللي هو مستقيم، كذلك غادي يكون متحكم في المسار، والمشاركه غادي تكون للناس والجمعيات لا يكونوا ملؤوا الاستمارات وعطاو المشروع المشاركه ديالهم وحصل على الموافقه، وتكون عندهم
الباج ديالهم باش غادي يشاركوا، دونك ما يكونش دخول في الكرنفال من الجوانب ولا اشكال ديال عدم الضبط اللي بغينا اننا نقطعوا معاه في هذا الكرنفال ديال اكادير. دونك الكرنفال ديال اكادير كي قلت انا غادي يكون محطه للكرنفالات الاخرى، ما يكونش منافس لها نهائيا ولا بديل. الفتره ديال الكرنفال غيكون فيها بعد واحد القريه ديال الكرنفال، تكون في الحديقه ديال بن زيدون، يكون فيها شي انشطه ديال الصناعه ديال بوجلود، صناعه ديال الاقنعه موجهه للشباب اللي غيستافدوا منها ويقدروا يطوروا في المستقبل في المشاركات اللي جايه. تكون ندوه علميه في اليوم الموالي، وغتكون من بعد الكرنفال نهار السبت، وفي الامسيه ديالته غيكون سهره كبيره، ونهار الاحد كذلك مساء غتكون واحد السهره فنيه كبيره اللي غيكونوا مشاركين فيها فنانه ديال المنطقه. دونك في هذا الكرنفال هذا حرصنا على الخصوص انه يشتغلوا فيه، نعطوا فرص ديال الاشتغال اكثر للفنانين والناس ديال المنطقه. هذا من حقهم لانه كرنفال في المنطقه ديالهم، الا ما كبرش بهم شكون اللي غادي يكبرهم اكثر؟ وثانيا لانه الكرنفال هو ابن هذه البيئه، ابن المول من هذه البيئه، وما يمكنش ينجح الا بالابناء ديال هذه البيئه ومنهم الفنانين ومنهم الصحفيين.